يلا مشي معنا. يعني يلا قولوا لي انتو بدكم ياني موت؟ حرك بترجاكم صدقوني. انا ما بعرف شي عن هالموضوع، صدقوني ما بعرف شي، بترجاكم اتركوني. وهلا كلكم رح تعرفوا شو يعني انكم تغلطوا معي. انا ما دخلني. شوف شو قلت؟ ما بسمح لك تقول جبان. ها بس فيك تقلي يا ضعيف. استاذ انا ما بعرف اي شي. صدقني يا استاذ انا بس عم بقدم مساعده لرفيقي. طيب اذا ساعدك شريكك باي شغله وين الاذى بالموضوع؟ فهمني بس. انت عم تساعد رفيقك وبسببكم انتوا الاثنين اليوم سمعتي انا خربت خلال مسيرتي المهنيه كلها. بعمري ما تخلفت عن اي وظيفه بعد ما اوعد الناس اني رح نفذها، وانت اليوم رح تدفع الضرر اللي سبب لي يا رفيقك هاد. بس يا استاذ انت رح تاخذ اللي بدك اياه من عائله اهلاوات، لهيك قل لي هلا. يعني انت ليش بدك تاخذني لهيك؟ شو قلت؟ يلا امشي امشي. اذا حدا شافني معهم هلا فالاكيد انه لكي رح يوقع بمشكله، وانا ما فيني اعمل فيه هيك وحطه بهيك موقف صعب. انت بدك تقتلني؟ على الاقل خليني اتنفس. انت بدك تاخذني بعد ما اموت لعائلة اهلاوات؟ يا استاذ اطلع اطلع لهنيك. اطلع اطلع لهنيك، في حمامة كبيرة. يعني انت مو شايف؟ طلع لهنيك على السما، طلعوا فوق. لك هرب بسرعة، امسكه بسرعة. بعد شو عم يهرب؟ يلا بعدكو. مين اللي هرب؟ شكله هاد ما نموتش هاد سينك. ايه طبعاً، شون وصل لهون؟ طيب معناها منيح انه هو وصل لهنيك بخير. بدي حدا منكم يروح هلأ عالسوق ويجيب لنا معجنات ويجي لهون بأسرع وقت. معجنات؟ لشو؟ مشان شو؟ لأنه أنا بدي حط العجين عليكم انتو الاثنين واخبسكم بالفرن واخلص منكم. لا ما بدي العجين بالفرن أنا. بس ما في داعي لهذا الشيء أبداً. لا لا نحن بس جينا لا ناخد تيابك ومال بدنا اياها تكون لابسة تياب مرتبة وقت نطلق صراحة. سكوت خلاص سكوت ولا تحكي ولا كلمة. انتو الاثنين طلعتوا بفكرة كتير رهيبة ايه؟ ولازم انتو تتعاقبوا عليها. نحنا آسفين كتير من هلأ ورايح. اكيد نحنا رح ناخد اذن قبل ما نحنا نساوي اي شيء. لا انسوا تعملوا اي شيء، لا تفكروا بخطة. بس بدي اياكم تعملوا مثل ما بقلكن. بتمنى تكونوا فهمتوا. تمام. فتحوا مخكن واسمعوني. عائلتنا عم تمرق باوقات كتير صعبه وما في شي مزبوط، وحاليا ما فينا نرجع كومال على البيت. لهيك خلوها لكومال هنيك. وايه انتوا الاثنين لا تتحركوا، بس استنوا اتصالي. طيب طيب خلاص مثل ما بدك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.